بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلام حبوبات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وتكونوا كامل بصحة جيدة، وانتم تشاهدوا في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم اللي جبت لكم فيها البنات دجاج محمر على طريقتي، يجي محشي بالرز. دونك بلا ما نطول عليكم ياسر، ندخلوا مع بعض للمطبخ ونشوفوا طريقته ومراحل تحضير وصفتنا لنهار اليوم. دونك اول حاجه راح نسبق بها لهنا، راح نبدا بالتتبيله نتاعي. دونك كيما راكم تشوفوا جبت لهنا غيسبيون كبيره، حطيت فيها التوابل تاعي اللي هما ملح، كركم، زنجبيل، البنات درت شويه فلفل الكحل، توابل خاصين بالدجاج، كمون، كزبر، فلفل عكري، ودرت ورقات نتاع رند كيما راكم تلاحظوا. راح نزيد لهنا سنينات نتاع توم اللي كنت ربيتهم. من بعد كي البنات جيت لهنا وراح نضيف كميه من لاموطارد، نضيفوا كميه تكون معتبره، انا هنا درت مغرف تكون كبيره. وراح نزيد كميه من الزيت كما راكم تلاحظوا. جبت لهنا البنات نص كاس نتاع ماء، وراح نحل فيه كامل هذوك لي زيبيس كما راكم تشوفوا. من جهه اخرى البنات كيما راكم تلاحظوا الدجاجه نتاعي كنت ديجا شوطتها، نقيتها، غسلتها مليح كيما راكم تلاحظوا. بما انه البنات راهو شويه الدجاج راهو رخيص، نغتنموا الفرصه ونحضروها في الدار خير من ما تشريوها من برا. جبت لهنا البنات الدجاجه نتاعي، راح نبدا نثقب فيها كامل بالسكينه نتاعي هكا باش تشرب كامل هذوك لي زيبيس ويدخلوا لداخل. كيما راكم تلاحظوا نحاولوا نثقبوها في البلايص كامل. من بعديك حطيتها مباشره في التتبيله نتاعي، وهنا البنات راح نستعملوا يدنا نحاولوا ندخلوا كامل هذيك التتبيله في الدجاج نتاعنا، ونحاولوا البنات ندخلوها في هذوك الثقوب اللي درناهم هكا باش الدجاج نتاعكم ماشيكم صامط ويجيكم بنين. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا من بعد ما درت لها التتبيله مليح، راح نهزها ونحطها مباشره في البلاطو تاعي اللي يدخل الفرن. ومن بعد ما غسلت يدي البنات جيت لهنا وراح نزيد نحط عليها شويه من هذيك التتبيله من الفوق، ونخلي كميه باش ندير فيها الروز اللي راح نحشي به الدجاج نتاعي. بالنسبه للروز البنات هنا كنت ديت حوالي نص كاس نتاع روز، طيبته في شويه ماء وملح، ما خليتوش حتى طاب مليح البنات، طيبته غير نص طياب. من بعد كي ضفت عليه حبه نتاع زروديه قطعتها مربعات صغيره، وحبه تاع فلفل حلو انا درتهم البنات كاضافه فقط لولاتي، تقدروا تستغناو عليهم. خلطت الروز نتاعي والخضره مليح مع هذيك التتبيله، وبديت نعمر في الدجاجه نتاعي كيما راكم تلاحظوا. هنا فقط كي تبدو تعمروا فيها حاولوا انكم تضغطوا هكا شويه على الروز باش تتعمر لكم مليح. من بعد كي البنات كنت جبت هذا الخيط اللي خاص بالمطبخ، وراح نغلق على الدجاجه نتاعي نلملها رجليها بهذه الطريقه. كملاحظه فقط البنات هنا الا كنتوا راح تطيبوا الدجاج نتاعكم الغداء، حاولوا انكم تبلوه بليله قبل هكا باش يتشرب هذوك لي زيبيس ويجيكم بنين. والا كنتوا راح ديروه العشاء ديروه هذا ديروها الصباح، وفي العشاء ياكم طيبوه. دونك كيما راكم تلاحظوا غلقت عليها مليح. من بعد كي البنات جبت لهنا راس بصل اللي كنت قطعته شرائح مع زوج حبيبات نتاع طماطم حتى هما قطعتهم دي غونتيل، وراح نحطهم من الفوق هكا البنات باش نتحصلوا على هذيك لاصوص اللي تجي مع الدجاج. راح نزيد عليها شويه نتاع زبده من الفوق هكا باش تعطيني هذيك التحميره المليحه. من بعد كي البنات راح نجيب البابي كويسون تاعي ونغطيها. دونك البنات انا كنت درتها للعشاء، درت لها هذه التتبيله الصباح، غطيتها دخلتها للثلاجه، العشيه البنات خرجتها ودخلتها للفرن على 180 درجه مئويه، خليتها البنات حتى طابت مليح ساعه على ساعه نخرجها. وبالمغرف البنات تهزوا هذيك الصلصه اللي تكون سيبتها تحطوها عليها من الفوق هكا باش ما تطيب لكم الشيحه. مده الطهي البنات كانت دات معايا حوالي كاكا ساعه، وكانت الدجاجه نتاعي طايبه. دونك انا راح ندخلها للثلاجه نطيبها ونشوفوها مع بعض في صحن التقديم. هاي ليكم لهنا البنات الدجاجه نتاعي من بعد ما طابت، شوفوا ديك التحميره المليحه اللي داتها، صدقوني جات بزاف بنينه وجات خير من اللي تتباع البرا. هاي ليكم شوفوا كيف ما طابت، طابت زبده، وذاك الروز يجي على حبه ويجي بنين بنين يا البنات، ما تأمنوش قد ما نقول لكم تجي بنينه مش كيما تجربوها. وانا كنت قطعت معكم في خط وتشوفوا كيف ما طابت، شوفوا البنات طابت زبده وجات تشهي شهيتكم كامل في الجنة. دونك هنا البنات نكون وصلت نهاية الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها نالت اعجابكم. ما بقى لي غنقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.